أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة وفرصة جديدة نكون فيها معاكم وتكونوا فيها معانا في مجلتنا السعودية. حياكم الله. كيف تغير رئيسك في العمل؟ بشارك معكم قصة. كنت أشتغل في شركة كبيرة تهتم بعمل تجارب مخبرية للأطعمة والبيئة، يعني زي مختبر الجودة والنوعية عندنا، وكنت أعمل تحت ضغط بين أنه يكون التحليل ناجح ويتبع المواصفات والبروتوكولات والمعايير المطلوبة، وبين الوقت اللازم لإنجاز العمل، خصوصا أنه رئيستي في العمل أعطتني مهام كثيرة وحساسة علشان أسويها، بالإضافة إلى تحليل الأطعمة والماء أعطتني مهمة تجهيز البيئة ودراسة الجودة والنوعية والمشتريات. هذا بسبب قدرتي على إدارة الوقت والموارد وإنجاز العمل بجودة عالية وفي وقت قياسي. في يوم من الأيام طلبت من زميلين لي في العمل أنه يساعدوني في شغل معين إلى أن أقوم بعمل آخر، فغضبت رئيستي واستعدتنا جميعا وبعلى صوتها توجه اللوم علينا، فقلت لها على الفور خلي الزملاء يروحون وتكلمي معي الآن لأنه هذا الأمر صادر من عندي. وبعد ما خرج زملائي بادرت فورا بالحديث معها وقلت لها ما في أحد من زملائي يحبك، وتابعت الحديث وقلت لها إني كنت أنتقم أنا من عدائي وخطط للانتقام لسنين عديدة، لكن المسيح غيرني وطلب مني أن أحب أعدائي، وأنت مش عدوتي لكنك تحت ضغط مثلنا، ولو كنت أضمر لك الشر كان سكت وما قلت لك هذا، لأني لما خطط للانتقام أعمل كل شيء بهدوء وسكوت وبدون تحذير. لكن المسيح غيرني من إنسان حقود إلى إنسان يحب البشر وما بأنتقم منك. فتأسفت مديرتي من تصرفها وانتهت المشكلة على هذا النحو، ورجعت لشغلي بشكل طبيعي. هذيك الليلة في بيتي صليت للرب يسوع وطلبت منه أن يعطي مديرتي الشجاعة الأخلاقية علشان تعتذر من زملائي. اليوم الثاني جاءت المديرة واستدعت كل الموظفين وقالت كنت أصلي بالأمس بالليل في بيتي أنه الرب يعطيني الشجاعة علشان أعتذر منكم، وصارت تعتذر لكل الموظفين يا فلان أنا آسفة يا فلانة أنا آسفة. وعشنا بعد هذا الحادث كإخوة وفريق عمل متميز. فإذا ودك تغير مديرك أو مديرتك في العمل علشان يكون أحسن معك، عليك أول شيء أنك تحبه وتكون صادق معه بدون مجاملة وتنصحه، وأهم شيء تصلي من أجله. إيش اللي بيصير لو شاركت هذه الحلقة وهذا التأمل مع صديقك أو قريبك اللي يعاني من مشكلة مشابهة لهذه المشكلة؟ بعد ما تتخذ القرار أنك تطبق هذه التعاليم في حياتك العملية شارك هذا المقطع عشان يستفيد غيرك، وتكون أنت سبب بركة للآخرين، لأنك بالتأكيد تباركت اليوم بدليل أنك تحس بحماس وجالس إلى الآن تسمع. بركة الرب يسوع المسيح مع جميعكم.
السماء أبانا يا ليلة دانا لدانا رب السماء أبانا من حبه لينا من حبه لينا أرسل كلمته شفانا أرسل كلمته شفانا فاق الوصف حبا ما أطيب قلبا فاق الوصف حبا ما أطيب قلبا الماشي في دربا الماشي في دربا يختبر لطفا وحنانا دليل دانا ولدانا دليل دانا Thank you.
أعزائي المشاهدين، اليوم حنتكلم عن مشكلة عدم فهم ثقافة الآخر. خلينا نبدأ ونقرأ هذه الآيات: وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر وذلك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. هذه الآيات من متى 15 لآيات 18 و19. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، اليوم حنتكلم عن مشكلة مهمة. هذه المشكلة اللي جابتنا الورا، مشكلة الجهل بثقافة الآخر. احنا ما نعرف كيف يفكر الآخر، بل نجهل كيف تفكر حرمتنا وعيالنا. فعلى سبيل المثال للحصر، المسلم مسموح له أنه يفكر أفكار شريرة، لكن المسيحي يعالج حتى هذه الأفكار التي تبدو للمسلم أنها مستحيلة، لكن بالمسيح كل شيء مستطاع. خذ عندك مثلا، حنا لما كنا مسلمين كنا ننظر للمسيح أنه نجس لأنه يأكل الخنزير ويشرب الخمور. طيب هل فكرت كيف ينظر الهندوسي لك ولي لأنك تأكل البقر؟ في حين أن الطبيعي والمنطق يسمح للإنسان أنه يفكر بأشياء شريرة لكن بدون ما يسويها، حتى القانون ما يعاقب، قانون الأرضي ما يعاقبك على أنك فكرت مثلا تسرق، لكن يعاقبك لما تسوي السرقة. تلاقي المسيح يحل هذه المشكلة من جذورها ويقول لك لأنه من القلب تخرج أفكار شريرة، متى 19-15. كل فكر أو تعليم يسمح لك بالتفكير بالخطية هو بشكل غير مباشر يدعوك للسقوط بها وتصبح تحت الحكم ويتسلط عدوك عليك. وعادة هذا التعليم يعطيك إيحاء بأن كل الناس خطائين، لكن أنصحك اليوم أنك تشيل هذه الفكرة من رأسك. مثلا تقدر تقول أنا غلطت لأني إنسان، لكن هل حتقول سامحت لأني إنسان؟ المسامحة سماوية وأنت تقدر تسويها. علماء النفس يقولون أنه الإنسان اللي يفكر بشيء لابد أن يسويه، لذا ينصحون الناس بأنه يقول أشياء إيجابية عن نفسهم وعن أولادك. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، حتى التفكير بالخطية الرب يسوع المسيح يحررك منها إذا أنت قررت من نفسك أنك تقبل الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتك الآن. تعالوا يا جماعة الخير وخلينا نصلي مع بعض هذه الصلاة. يا رب يا يسوع، نعظم اسمك، نقدسك يا سيد العظيم. أسألك يا رب أنه تزور شعبي من كلهم، من شمال الجنوب ومن شرق للغرب، أهل الرياض وأهل جدة وأهل مكة وأهل الطائف وأهل السعودية كلهم يا سيد العظيم، وبمقيميها تزور يا سيد العظيم قلوبنا وعقولنا وتطهرها من الداخل، لأنه أنت يا رب أصل القداسة وأصل الطهارة. تعطينا أفكار طيبة، تعطينا روحك تكون ساكنة فينا وفي شعبنا، وتعطينا قلبك نحب فيه الناس وننظر لهم بعيونك. باسم يسوع المسيح يا رب كل شيء حسن تعطينا إياه، بالمسيح يسوع، آمين. مثل ما تشتاق الغزلان إلى جداول الماء، كذا تشتاق نفسي لك يا الله. نفسي عطشانة لله الإله الحي، فمتى أجي ووقف قدام الله؟ قد صارت دموعي طعامي الوحيد نهارا وليل، إذ إنهن قال لي كل يوم وين إلهك؟ يوم أتأمل في نفسي تعاودني هذيك الذكرى، كيف كنت أمشي محشود العابدين المحتفلين بالعيد وأقودهم في الحضور إلى بيت الرب هاتف معهم فرح وحمد. ليش أنتي مكتئبة يا نفسي؟ وليش أنتي قلقانة فيا؟ ترجي الرب فإني أبقعد أحمده لأنه عوني وإلهي. إلهي إن نفسي مكتئبة في، علشان كذا أذكرك من وادي الأردن ومن جبال حرمون ومن جبل مصعر.
أمواج النكبات توالت عليك ما توالى مياه شلالاتك. يبدي الرب لي رحمته في النهار وفالليل ترافقني ترنيمته، صلاة لإله حياتي أقول لله صخرتي، ليش نسيتني؟ ليش أطوف النايح من مضايقة العدو؟ لقد عيرني مضايقيني وسحقوا عظامي، إذنهم يقولون لي طول النهار وين إلهك؟ أعزائي المشاهدين، وصلنا هذا الاختبار من واحد أخ من أوروبا اسمه آر. يقول أنا مسلم متزوج من واحدة مسيحية، وكان في مشاكل أمر فيها بحياتي الزوجية وحياتي المادية وكل هالمشاكل، فصرت أبحث على حلول لهذه المشاكل ولقيت الحل الوحيد أني لازم أصير مسيحي وأقبل الرب يسوع المسيح. المسيح بيصير يشيل، مو انه يعني يشيل المشاكل، لكن حيكون معي في كل المشاكل. فمن يومها قرر يقبل المسيح وانتهت هذه المشاكل. امين باذن المسيح يا رب. فعلا هو المسيح هو الحل، فعلا يا اخي آر المسيح هو الحل. فالرب يباركك ويبارك كل من يسمع اختبارك، وتكون انت سبب بركة لكل اخوتنا المشاهدين. باسم يسوع المسيح أحطك أمانة بين يدين الرب. آمين. أعزائي المشاهدين، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. تعتبر فكرة تجسد الله أكبر عائق عند المسلمين في قبول بشارة السيد المسيح، ويعتبرونها إهانة للذات الإلهية، فالتجسد لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فهو منزه عن مجانسة أو مشابهة مخلوقاته. فالإسلام يرفض فكرة تجسد الله بأي حال من الأحوال. وبصراحة أنا ما أعرف أي سبب يمنع الله من التجسد في صورة إنسان إلا فكرة المسلمين أنفسهم في رفض التجسد. فإذا كانت الملائكة والشياطين وبحسب المفهوم الإسلامي تقدر تتجسد وتتعامل مع الناس بصورة بشر، فكيف الله نفسه ما يقدر؟ فنشوف المسيحية متصالحة مع الحقيقة وعارف قوة الله ومحبته الغير محدودة. فعظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. أما أخواننا المسلمين فيرفضون بشدة فكرة التجسد، فالله غير محدود ولا يليق فيه التشبه بمخلوقاته، علما أن القرآن والسنة فيهم الكثير من الأدلة الواضحة والدامغة على تجسد الله وتشبهه بالبشر. فالقرآن يذكر إن لله صوت بشري تكلم به مع موسى، فالآية تقول وكلم موسى تكليما، بل ناداه من جانب الطور الأيمن. والنداء هنا يعني الصوت العالي المرتفع، وبنفس الصوت الله نادى آدم في الجنة وتكلم معاه. فهل الله هنا ما تشبه بمخلوقاته؟ طيب، كلم الله موسى بصوت بشري ودار بينهم حوار، وكان الله موجود في نفس المكان والزمان مع موسى، والدليل كلام الله له إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، يعني وجود الله في المكان قدسه. ف
فهل كان الله موجود ومحدود في مكان تواجده مع موسى بس، وباقي الكون ما كان له إله ولا رب؟ طيب، تذكر قصة الإسراء والمعراج، إن النبي كان يروح ويجي بين الله وموسى، رايح جاي، فهل هذا يعني إن الله كان محدود في مكان معين بس؟ وهل هذا يتناقض مع طبيعة الله وقدراته؟ طبعاً لا، فالله قادر على كل شيء سبحانه، كما يذكر القرآن إن لله ساق يكشف عنها يوم القيامة. فالآية تقول ويوم يكشف عن الساق، ويوم يكشف عن الساق. وفي حديث عن أبو سعيد الخدري قال سمعت النبي يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. ويذكر القرآن والأحاديث الصحيحة إن لله وجه ينظر له أهل الجنة عيانا بيانا كوضوح الشمس، وجه الله الباقي بعد زوال كل الأشياء، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهم نشوف إن لله يد، يد يمنى وأصابع يقبض الله بها الأرض، فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فالجبل دك وذاب في الأرض وخر موسى صعقا عندما تجلى من الله جزء صغير بمقدار خنصر، مثل ما تذكر لنا جميع الأحاديث والتفاسير الصحيحة. ونفهم بعد من بعض الآيات إن لله عرش، فتقول الآية ثم استوى على العرش، وفي ثانية تقول الرحمن على العرش استوى، ويوصف العرش بأن له قوائم وأعمدة. يستند النبي موسى على واحد منها يوم القيامة بعد صعق الناس. وأكيد كلنا نعرف إن لله كرسي، فهو موطأ قدميه، مثل ما يؤكد كل المفسرين، مكان الكرسي فوق السماء وتحت العرش. وتقدرون ترجعون للتفاسير وبحثوا عن الآية اللي تقول وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا حابين تتأكدون من كلامي. فهل هذا يعني إن استواء الله على العرش يحد الله في مكان وجوده بس؟ أو هل لله جسد عشان يجلس على كرسي؟ وعلى فكرة ترى مش بس الصفات البشرية أو الجسدية وحدها اللي تشبه فيها في القرآن، اللي تشبه الله فيها في القرآن، لكن هم ينسب لله مشاعر إنسانية مثل الغضب والكره والبغض. فالقرآن يقول إن الله لا يحب كل مختال فخور، وإن الله لا يحب الفرحين ولا يحب المستكبرين، وإن الله يحب الصابرين والمحسنين والمقسطين. ونشوف إن لله أسلوب وسلوك بشري، يضحك ويتفاخر ويتباهى ويمكر وينتقم ويكيد ويعادي. وبعد كل ذا الكلام نقول إن الله لا يتجسد، ونكفر أي إنسان يقبل بفكرة التجسد، ونبيح دمه وماله وعرضه. فإذا كان الله عندنا له صوت ووجه ويد وأصابع ورأس ومشاعر وساق وكرسي، أجل شو اللي باقي؟ يكره ويحقد ويمكر وينتقم، وكل هذا عادي وما فيه أي مشكلة. أما يتجسد ويحب ويخلص ويفدي، فهذا مرفوض، كفر وصفات لا تليق بالله سبحانه. أعزائي المشاهدين، لا يقلل من قدسية الله أن يتجسد، لا ينقص من كماله أن يكون على صورتنا ومثالنا، لا يؤثر في قداسته أن يعيش بيننا، لكن لا يليق بالله أن يكون غدار، مكار، منتقم، جبار، متجبر. لا يليق بالله أن يكون ظالم
أو طلاب دم، لا يليق بالله أن يغصب الناس عليه وهو العزيز. أرجوكم حاولوا تعرفون ربكم زين وتأكدوا منه، ترى احتمال وارد جدا تكتشفون أن التجسد أرحم بكثير من صفات ما تعرفونها عن إلهكم. وفي ختام كلامنا الودي، أتمنى لكم أسبوع جميل وموفق وفرصة جديدة تتعرفون فيها على السيد المسيح، وفي أمان الله، والله يرعاكم. شكراً.